الإضراب بيشمل جميع الأقسام التعليمية والصحية والإغاثة وجميع أقسام وكالات الغوث. هذه الوقفة اليوم هي وقفة دعم ومساندة لموظفين وكالات الغوث واتحاد الموظفين الذي يمثل العاملين في وكالة الغوث للمطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين داخل الضفة الغربية والقدس. يعني هي المطالب الاتحادية مطالب كلها مطالب حقوقية يعني للموظفين فيما يتعلق في البداية والمطلب الأساس علاوة للضفة الغربية خاصة بها بتخص الموظفين. وفيما سبق الوكالة تعاملت مع الموضوع وكان في علاوة تخص القدس، وبالتالي من يعطي علاوة تخص القدس فإمكانه إعطاء علاوة أخرى لموظفين الضفة الغربية لتشابه الحال وتشابه الوضع الاقتصادي والمدة الطويلة التي لم يتم زيادة الموظفين فيها بأي دينار أو شيكل واحد خلال مدة تتجاوز 10 سنوات. زائد من 20% إن الموظف المحلي في وكالة الغوث يوقف زيادة عن